وساب ما فاملي، السلام عليكم، مرحبا بكم في هذه الحلقه اللي غادي تكون بشكال غادي تشوفوا غير نص من وجهي. اللي بغيت نقول لكم انه في هذه الحلقه غادي يكون غالب الصوت ديالي اكثر من الصوره ديالي، نظرا الحنكي منفوخ وحاسس براسي مريض بزاف، ولكن ما بغيتش نغطي انني ما نديرش لكم الحلقه. مهم ما تنساش دير جيم، ما تنساش دير سبسكرايب، وخلينا ندخلوا لاول فقره اللي هي فقره موسيقى. فقره موسيقى واللي كنركزوا فيها على الراب، حيت هو اللي كيكونوا فيه دي زاكشواليتي بزاف، كيكونوا فيه اخبار اليوم كثار واللي كيهتم بهم الشباب المغربي بزاف. هذاك الشيء علاش غادي نهضر على اول خبر كان ديال جلوطه ولد الكريا. كيف ما هضرنا عليه في الحلقه اللي سبقات ان ولد الكريا له واحد التراك اللي كلاشا فيه جلوطه، جلوطه ما عجبوش الحال وبغى يجمع تيفلو وولد الكريا في مشي وحده الفاس، ومشى الفاس وصور فيديو على انه كاين فاس وكيدور في الحومه ديالهم وباللي ما جاو عنده ما والو. في نفس الوقت كان المجهول كيقلب عليه هو تيفلو وما لقاوش، هادشي اللي خلاهم يقولوا باللي راه الفيديو صوروا جلوطه قبل ما يجي هنايا، وحتى وصل الدار على لاحو داز واحد شويه ديال الوقت تيفلو عيط لجلوطه وبداو كيتعايروا واحد شويه، ولكن من بعد وصلوا للصلح. ولكن باقي المشكل كيتفاقم وباقي المشكل كبير مع ولد قريه وجلوطه. ولد قريه ما عجبوش الحال وقال لي راك ما جيتيش لدربنا، وكون جيتي لدربنا كره تراليك وتراليك في هذا الفيديو هذا اللي لاح ليه مؤخرا والبارح، وحاول يعيط ليه وقطع عليه. هذا الشيء كيبان لي غادي يبدا يتطور بزاف، والراب ما بغيناش يوصل حتى للدرجه. كنتمنى ان البيف يبقى في الراب وما يطلعش لهذا النيفو هذا ديال يولي المضاربه ديال بصح. وخلينا ندوزوا للتراكات اللي تلاحوا هذه السيمانه. بالنسبه للتراكات اللي تلاحوا هذه السيمانه، كيف ما كتعرفوا بلي شعبان كيكون تقريبا كاع لي رابور كيبغيو يلوحوا كاع التراكات اللي عندهم واجدين باش ما يلوحوهمش في رمضان. هادشي اللي خلى هاد الشهر هذا يكون عامر بلي تراك وعامر بالتراكات اللي كيصدمونا وما كناش دايرين بحسابهم. غادي نبداو من وراء الفرده لاح تراك مع العصابه ميوزيك، قصدنا غادي تموتوا. اخيرا ها هو اول فيتشرينغ ديال الفرده اللي عرض على العصابه ميوزيك. هاد الكليب الزنقاوي فين كيبان سبوبو، تراك 100% ايغو تريب وشبعان دقان ديال بصح. خلينا نشوفوا التقييم ديالو. وكرأي شخصي جاني الفرده قصر مزيان في التراك، جاني متميز بزاف في التراك على العصابه ميوزيك. من وراها هو يتبع واحد الانفجار موسيقي ديال التراك ديال الحاري لوزي، لا من ناحيه كليب كان متميز بزاف، لا من ناحيه تراك، لا من ناحيه بزاف د الحوايج. كيف ما كنعرفوا هاد الساط هذا ديما تيجي بشي حاجه اللي هي ريفولوسيوني، ومن تراك ديال اميغو والنيفو غادي كيطلع بطريقه اللي هي غير متوقعه. خليكم مع التراك، سمعوا منه شويه ومن وراها ندوزوا للتقييم ديال قلبي. باغي لاقا وسط الموزه، باش كان تاخو فينا نالو بيرتشم في المال حاربوها بوتك هاي وقالي مهدي كاليبر. رجع لينا من واحد الغياب اللي كان طويل بتراك اللي سميتو مرايا. كذب عليك، هاد التراك هذا كان مثابة تنظيف الودنين ديال البوبليك ديال الراب، كان عامر ليريكس ديالهم فرقع بزاف. توحشنا لود سكول في هاد التراك هذا، كان ليريكس شي حاجه اللي بزاف كانت قصار واعر، وحتى الكليب كان نيفو طالع. الواعرفين اللي جاي عفو يسامح ربي، عاد فهمت علاش فرقت المالح حلو والمالح، بغيت نعجبك انت بغيت نعجب والديك، الدنيا امتحان وما غاديش نبقاو. كلاس اي لاح تاني اكستريم من الالبوم ديال اورا اللي سميتو سليباستا لا في خاي. من بعد ما قال انني ما بقيتش مع غابا ديستي، كنتو كيف ما كنعرفو كلاس اي راه بقى يمشو كتبقى عنده واحد المكانه اللي في شكال في الراب المغربي. خلينا ندوزو لتراك الفرده في اس الفرده. اليوم من مورا ما كلاشا بزاف ديال الوابا، القرار ديالو كان انه يكلاشي راسو في التراك هذا اللي كان ملعوب على الانسترومونتال ديال اس سي اش كوم سي. طلع في الموبن كنت سرتش بلا ما تذوقني، بغيت ناكلك ساعه مكوف شحال من كيلي كبر بسبوفي، صعيب تكون راجل عوب بان الصحه كنجم. وكان قال باللي في ستريت ارت واحد الانترفيو قال باللي جايين دي فيتشرينغ مع مورو مع تيفلو ومع يوس 45، كنتسناهم حتى هما. وقال باللي غيجي واحد التراك اللي سميتو الكانار،
وغادي يهضر فيه بزاف ديال اللعيبات، وكاينه واحد المفاجاه من وراء رمضان. والسيمانه تختمات بواحد الجوج اللي كيصنعوا الغيفوليسيون في الراب المغربي، اللي هما شايفين بالتراك ديال واش كاين ميداع. هاد التراك هذا كان مسجل قبل بربع شهور، طلع الكليب ديالو نهار الخميس. كيف ما كنا قلنا في التراك ديال او ماي جاد بان مول مونتاج ما دار والو، مول مونتاج تصالح معنا في التراك هذا وخدم خدمه واعره بزاف في التراك، حتى لدرجه انه غادي يكون مرتاحش بمره، ما كاينش شي بلون اللي ما خدمش فيه، بغى يخلي ستيل ديال الكليب كانه كيبان قديم بزاف، وراه صعيبه بزاف هاد القضيه وفيها الخدمه بزاف، وكانت شي حاجه اللي هي جديده وغيفوليسيوني صراحه. هذا هو التقييم ديال التراك ديال واش كاين ميدا. خلينا ندوزو الفقرة أخبار. فقرة أخبار، بغيت نهضر لكم على انقطاع ديال الواتساب اللي كان في ليتلر مقاطع مع تسعود في بريطانيا، وهذا الشيء اللي صرحت به واحد الجريدة من وراها انقطع بنص ساعة في أمريكا، قل من ربع ساعة انقطع في العالم كامل. وصرحت شركة ديال الواتساب أنها كانت هجمة من الهاكرز وحلت المشكل في أقل من 15 دقيقة. في 15 دقيقة العالم كامل عبر على أن الواتساب شي حاجة اللي مهمة بزاف، السوشيال ميديا غتفرقع، كل شيء كيسول مال الواتساب مال الواتساب، هذا الشيء اللي كيعني أن الواتساب وصل لواحد قيمة كبيرة، وبنادم ولا كيهمو بزاف هاد التطبيق هذا، مع ان كاينين تطبيقات بزاف اللي كيديروا نفس الخدمة، الا ان الواتساب خلى واحد البلاصة اللي هي في شكل. اللي سميتو مرتاني هو واحد الهاشتاغ اللي انتشر بزاف اللي سميتو تشيكي اكسبلوت. هاد الهاشتاغ هذا هي الصراحه حشومه انني نهضر فيه، ولكن عندي غرض توعوي اكثر ما انني نهضر عليه. هاد الهاشتاغ هذا هو نوع جديد من اللي سيلفي اكتسح دول الاخرين، كتوقف كتصور مع الري ظهرك في واحد البلاصه اللي هي طبيعيه. المشكل الكبير واللي عصبني ان العرب بداو كيقلدوا هاد القضيه وبكل عفويه، وقال لك راه نتابعين الموضه في لي سيلفي. هادشي اللي عصبني بزاف وبغيت نهضر عليه، بغيت نقول لكم فيقوا هادشي راه كيديروا اكس بخي باش حنا نديروا هذاك الشيء، اما هما راه الحمو مرخيص دونك عادي يديروا بحال هكا، خليو وراسكم شويه غالي. والمشكله ان الرجال تما ولاو كيتعراو وكيديروا دوك التصاور هكاك، راه حسبي الله ونعم الوكيل. الخبر الثالث هو واحد الفيديو دار واحد الجزائري بعنوان ما نصوتيش، اللي كان طلع في الترند ديال الجزائر، حيت كان عندهم الموسم ديال الفوت ديك الساعه، ودار واحد الحاجه اللي صراحه فكره اللي واعره بزاف، وحسيت بها توشاتني واخا انا مغربي، يعني هضر على كاع المشاكل اللي كيعانيو منها، وقال ما نصوتيش في عوض ما نفوتيش، باش ما يتشدش، حيت غد الى قال ما نفوتيش الهضره اللي كانت في الفيديو كانت محكومه بزاف وكانت مكتوبه بطريقه موزونه. فيديو عبر على بزاف د الحوايج، هادشي اللي خلى الشعب الجزائري انه يهضر على هاد القضيه ويبارطاجي هاد الفيديو وينشرو بطريقه كبيره، حيت اثر فيه وحس به باللي قاسهم. صراحه بادره زوينه من عند هاد الصوت الجزائري، الله يفك مشاكلهم ويفك مشاكلنا ان شاء الله. هذا خلينا ندوزو لفقره ابليكيشن. فقرة ابليكاسيون، بغيت نختار لكم واحد اللعبه اللي عجبني الجرافيك ديالها بزاف. هي لعبه ماشي جديده ولكن نقدروا نقولوا من احسن الالعاب في الجرافيك واللي كتعجبني بزاف، خصوصا انها غير في الاندرويد وكتبان بهذا الجرافيك هذا. اللعبه هي ديال توم بريدر، لا من ناحيه القصه زوينه، لا من ناحيه طريقه اللعب زوينه، وزوين فيها انها كتوافق مع كاع التليفونات، يعني غادي تيليشارجيها وكون حاجه، غير السايز ديالها اللي كبير واحد شويه، هذا هو العيب الوحيد فيها. دونك الا كان عندك ستوكاج خاوي اش قصر فيها، غادي تحس براسك قصر في اللعبه ديال بصح ماشي شي حاجه اللي هي بسيطه. دونك جربوها غادي تعجبكم بزاف على حساب. ندوزو لفقرة أفلام. من بعد غادي ندوز لفقرة أنيم. فقرة انيم، بغيت نوضح لكم واحد الحاجه اللي بزاف الناس كيخلطوا بينها. المهم كاين فرق ما بين انيم ومانغا، دونك ما تبقاش تقول مانغا انيم حيت الفرق بيناتهم واسع بزاف. انيم كنقولوا على كل حاجه انيمي، دونك اي رسوم نقدروا نقولوا عليهم انيم، اي رسوم فيهم واحد الشخصيه اللي كتحرك دونك انيماسيون. المانغا عندها مبدا واحد اخر، المانغا هي واحد الكتاب كيكون الغلاف ديالو كولور والداخل ديالو كيكون بيضو بحالو، كتكون قصه مصوره. شنو اللي خلى الخلط ما بين المانغا والانيم؟ هو بزاف ديال القصص ديال المانغا حاولوا يستنبطوهم ردوهم انيم، داكشي علاش طرا هذا الخلط هذا. دونك نتمنى اكون صححت لكم هذا المفهوم هذا. ندوزو دابا لفقره معلومه. فقره
قرات معلومه غادي نكملوا السلسله ديال الحقيقه في اس الخرافه حيت عجبتكم بزاف وقررت انني نكملها. الخرافه الاولى هي خاصك تغسل سنانك من بعد كل وجبه، ولكن الحقيقه هي انك خاصك تغسل سنانك جوج مرات في النهار. الخرافه الثانيه الخرافه هي انه اذا كانت الغبره غادي تصاب بالحساسيه، وان النظافه بزاف راه مزيانه، ولكن الحقيقه ان النظافه بكثره هي اللي كتصيبك بالحساسيه. الخرافه ان الميكروويف كيدمر الماكله وكيدمر الفوائد ديالها كاملين، ولكن الحقيقه ان الميكروويف كي دمر الذرات وداكشي اللي هو صغير بزاف، والمكونات الغذائيه كتعتبر كبر من الذره، هذاكشي علاش الميكروويف راه ما كيدمرها. واخر فقره اللي بقات لنا غادي ندوزو لها هي فقره فوتو فيديو. فقرة فوتو فيديو بغيت نقترح عليكم واحد الفيديو اللي صراحة تار الغيرة ديالي بزاف. الفيديو هو واحد الخلل صغير غادي يلقاوه في الشانطي، يعني غيلقاو القادوس هابط بواحد شوية، خليكم تشوفوا شنو غادي يديروا باش يحلوا المشكل. كنعتذر بزاف على الحلقه حيت ما تصورش فيها وجهي بزاف، ولكن هذا خص يكون محفز لكم وخص يكون شي حاجه زوينه انني درت المستحيل باش نصور الحلقه، ودرت المستحيل باش ما نضيعش الوقت وما نخليكمش تسناو، وباش نكون وفي الكلمه ديالي. وكيف ما قلت لكم حلقه كل سبت ان شاء الله. السلام عليكم. ما تنساش دير سبسكرايب، ما تنساش كومونتي، بس الكومونتير ديالك يدوز كيف ما دازوا هاد لي كومونتير اللي شيهم لتحت. السلام عليكم.